مرحبا معكم صلاح حامد اندرويد باشا، وفي هالفيديو راح نلقي نظرة على محتويات علبة جهاز النوكيا XL. قبل ما نشوف ايش محتويات العلبة نفسها، خلينا نلقي نظرة على تصميمها. طبعا اللي شاف الفيديو اللي عملته عن النوكيا اكس بالقناة السابقة راح يلاحظ انه كثير العلبة متشابهة لعلبة الاكس ال، بحيث انه نفس نمط التصميم او نفس الثيم الخارجي. فعنا هون شكل الجهاز من على هاي الجهة، وهون عنا اسم الجهاز بالإضافة لأنه بيحكي لنا أنه دول سم. من الأعلى في عنا بعض المعلومات عن الوحدة نفسها، ومن أسفل بينفتح. أما من الخلف في عنا بعض المعلومات الأساسية عن الجهاز. أولا بيحكي لنا أنه إيش محتويات العلبة، فبيحكي لنا أنه في بالعلبة الجهاز نفسه بالإضافة للبطارية ودليل المستخدم والشاحن والسماعات، وبيحكي لنا أنه الجهاز متوفر بست ألوان. أما من هاي الجهة فبيحكي لنا مواصفات الرئيسية في الجهاز، اللي هي أنه الجهاز عليه شاشة 5 إنش بريزوليوشن WVGA من نوع LCD، بالإضافة إلى كاميرا أمامية 2 ميجا بكسل وكاميرا خلفية 5 ميجا بكسل، ومعالج من نوع سناب دراجون ثنائي النواة بسرعة 1 جيجا هرتز، بس أعتقد سناب دراجون 600 اللي هو للأجهزة المتوسطة بيكون، بالإضافة لمجموعة سنسرز. وبيحكي لنا أنه الجهاز بيدعم الذاكرة خارجية لغاية حجم 32 جيجا بايت، بالإضافة لمايكرو يو اس بي بلوتوث 3.0 و 3G. الآن خلينا نلقي نظرة على محتويات العلبة نفسها. في عنا من الجنب هون التري هاي علشان نقدر نسحب العلبة. أول شيء بنشوفه اللي هو الجهاز نفسه مثل ما أنتم شايفين، خلينا نحطه على جنب هسا بنوصله. بعدين في عنا دليل الاستخدام بالإضافة. أوكي، في عنا شاحن الجهاز اللي هو ايضا مايكرو يو اس بي. في عنا الهيدسيت سماعات اللي بتيجي مع الجهاز. طبعا السماعات اللي بتيجي مع الاجهزة النوكيا، ان كان النوكيا اكس او الاكس ال او الاكس ال بلس اعتقد اسمه الثالث، بيكون لون السماعة على لون الجهاز، بحيث انه لو كانت الجهاز ظهره احمر بتكون السماعة اللي معه حمراء، اخضر اخضر وهكذا. السماعة هي طبعا عادية، مش من اللي بتدخل او مش من اللي إلها جلد بتكون. وفي عنا ايضا البطارية، بطارية اللي هي بحجم 2000 ملي امب. وهيك بنكون خلصنا من العلبة. الان خلينا نشوف الجهاز بشكل سريع. طبعا الغطاء الخلفي للجهاز هو نفسه، او محيط الجهاز الخلفي بشكل كامل هو عبارة عن قطعة واحدة مثل ما انتم شايفين. حتى الجوانب الجهاز من الخلف بنشوف في عنا فتحات البطاقات او الشرائح، بالاضافة لفتحة الذاكرة الخارجية. خلينا نحط البطارية ونشغل الجهاز على السريع. الآن بنشغل الجهاز. الآن الجهاز اشتغل. طبعا اول مره دائما في تشغيل اي جهاز لازم تاخذ وقت اطول، ولكن بعد اول مره بتصير العمليه اسرع بكثير، عمليه البوت. فالان بيشرح لنا او بيعطينا انستراكشنز بشكل سريع عن كيفيه التحرك بس بالنظام، وكيف النافيجيشن في الجهاز، بحيث انه بيحكي لك بيعطيك فقط يعني ال
الأمور الأساسية اللي ما استخدم أجهزة من أجهزة النوكيا إكس أو من أجهزة النوكيا اللي بتعمل بنظام الأندرويد عشان يعرف عليها. طبعا مثل ما أنتم شايفين الآن إحنا دخلنا إلى نظام التشغيل بشكل سريع هيك بنكون ألقينا نظرة على محتويات الجهاز و على محتويات علبة الجهاز وعلى الجهاز نفسه. إن شاء الله راح يكون في معاينة قريبا وراح يكون في أيضا مجموعة فيديوهات تم طلبها مني على الجهاز السابق، ولكن النوكيا إكس ما كان موجود عندي، الآن عندي النوكيا إكس إل، فراح أقوم بنفس يعني راح يكون نفس أسلوب الأفكار اللي الناس سألتني عنها في النوكيا إكس راح أعيد عملها في النوكيا إكس إل على أساس أن الناس تستفيد. اللي ما عرف كيف أو اللي ما زبطت على النوكيا إكس خلينا نشوف كيف بدها تزبط على النوكيا إكس إل. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لنا اشتراك بالقناة ولايك وشير. كان معكم صلاح حامد، في أمان الله.